جمال المرأة الجزائرية لا يكتمل إلا بارتدائها الكراكو. تجتمع الأصالة والحداثة في هذا اللباس التقليدي الأسطوري الذي ظهر في القرن الخامس عشر، ومن رمزيته أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها نساء الجزائر. التسمية الحقيقية الأولى هي الغليلة، وكان بدون أكمام، يعني ما عندوش أكمام، وأيضا يكون طويل، ويلبسوه الرجال والنساء فقط العائلات الأرستقراطية، يعني العائلات الغنية فقط اللي تلبس هذا اللباس، ويكون في الحفلات والأعراس إلى غير ذلك، من أجل يعني إظهار، وكان من أجل إظهار يعني درجة هذه العائلة، وما كانش بالخط الخيط يعني ذهبي اللون فقط، كان بخيط الذهب ذهب أو الخيط يعني الفضي، وكانت حتى الطرز على الأمام أو في الأكمام أو في الظهر يعني كان مختلف على حسب طبيعة تلك المنطقة. تفنن المصممون الجزائريون على مر العصور في تحديث الكراكو لمواكبة الموضة، بمزيج من الأقمشة الراقية والطرز بخيط الفتلة أو الشعرة والمجبود، وصولاً إلى الأحجار الكريمة، كل حسب ذوقه ولكل نوع خصوصيته. الكراكو الجزائري المكون أصلاً من قطعتين، جماله لا يكتمل إلا بارتداء محرمة الفتول وخيط الروح، وهي أكسسوارات جزائرية ترتديها النساء خصيصاً مع هذا الزي. يتكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو من العلوي اللي هو من القاطفة، البلوزة اللي هي من القاطفة، وتكون كما ذكر جورج مارسي أنه في القرن الثامن عشر صارت قصيرة، صارت ضيقة في الخصر وفي الأسفل نوعا ما واسعة، ولكن كانت يعني تلبس مع، والتي تلبس مع الجزء الثاني اللي هو سروال شلقة أو سروال المدور اللي كان عبارة عن نقولوا جوب برك، يعني مغلوق من الرجلين، وكان فضفاض جدا، هي السروال المدور كما يسمى طبعا. وايضا ما ننساوش محرمه الفتول اللي هي ايضا جزء لا يتجزا من الكراكو، يعني كلها عباره عن لباس تقليدي متكامل، اضافه طبعا الى الجواهر المجوهرات الخاصه بالكراكو اللي ما تكونش كثيره جدا، تكون حاجه خفيفه، خيط الروح الى غير ذلك، يعني كل هذا اللباس هو لباس متكامل، لباس تقليدي متكامل، نتمنى ان يعني يتم الحفاظ عليه، ولكن أهم شيء الحفاظ عليه بشكله التقليدي الجميل جدا. يزيد من أقدم الحرفيين الذين ساهموا في تحديث الكراكو، يعمل حاليا على تلقين حرفته لأكبر عدد من هواة الخياطة والتطريز للحفاظ على هذا الموروث. لازم علينا نحافظوا عليه، حنا اللي نصنعوه، حنا اللي نبحثوا في التطوير تاعو، طوير باش يعجب لي جون في، يعجب لي طامودير، وبدينا نمشيو باطو دومي باطو سبانسير، مشينا كاراكو بيرلاج، كاراكو بستراس بالعقاش، الكنتير عنق الحمام، بدينا نمشيو في الكاراكو باش ولا مطلوب. سلمى من اصغر المصممات، انتقلت من عالم الكيمياء الى الموضة، وابدعت في تصميم الكاراكو بقصات والوان عصرية تسحر الأنظار. نخدم في التخصص تاعي، مي انا ما قدرتش خيدو جو يقول لك واش تحبي، لازم تخدمي وين تحبي. وليت نخدم على الام تاعي، نعاونها نساعدها، وهادو العامين الاخرين قالت لي هيا ورينا، كانت تشوفني ديسيني دو باسكو كانت تشوفني ديجا من قبل، كنت صغيره نلبس لي بوبي تاع ملي شوت تاع تيسيو تاعها. كاين كلكو موديل ديسينيتهم رياليزيتهم، جاو بزاف شابين، ومن بعد عطاتني فرصه قالت لي هيا دير لنا كرياسيون. لو بروميير ديفيلي تاعي درتو في اشخه مع فاشن نايت، كان ناجح. تعمل سلمى حاليا على الترويج للازياء التقليديه خصوصا الكراكو الجزائري خارج حدود الوطن، من خلال عروض تقدمها في عدة بلدان أجنبية رغم التكاليف الباهظة التي تأخذها على عاتقها. مو
المشاركة كانت على حسابي لو فواياج كلش كان عليا ميم لي زوتر ستيليست لا ميم شوز ما تلاقينا حتى دعم مي مالغري سا ما فشلوش رانا نسييو ونروجوا للتراث تاعنا باسكو مسؤوليه تاعنا. لا يقتصر ارتداء الكراكو على العرائس فقط بل اصبحت عاده انتشرت في الاونه الاخيره ترتدي فيها النسوة أزياءها التقليدية في الأعياد والسهرات، وأطلقت حملات ألبس جزائري بعد محاولات بعض الدول الجارة نسب الكراكو وألبسة تقليدية جزائرية وحتى أطباق إليها. كي صابوه رجوع تاع الكراكو بقوة في 48 ولاية حبوا يدوه باش يفابريكيوه ويبيعوه هنا كما هم يبيعوه القفطان. بربي راني حي والله ما يلحق والله ما يلحق والله ما يدير والله ما يديروا. ها كراكو هو الجيريا، هو من العثمانيين مشى للجزائر وقعد هذه قرون هو في الجزائر. سيتون توني تراديسيونال الجيريا. ميم هما مداوح وراهم يخدموا فيه روجو فيه ما قدروش بصح يرياليزيوه لو ميم الجيريان امبوسيبل. راني نشوف لي فوتو كامل. نو واش هي المميزات نتاع الكراكو الجزائري العاصمي؟ العاصمي يكون عنده لا كوب واقفه، يكون فيه اون كوب بيان، يكونش طويل بزاف، يكون دومي انش، يكون مخدوم بالفتله بالشعره مخدوم باليد، صناعه يدويه بالمئة بالمئة. هذه هي لا ديفيرونس. بالكاراكو رانا نهضروا عليه يعوم العالم كاع، وتشوفوه انتم صحافه باذن الله يتلبس في العالم كاع. ولا نبيعوه هنا بزوج ملايين، كي تجي ان اترونجي نعملوا له مليون و200 باش يزيد يلبسوا ويزيد يبعث لي واحد اخرين، يعني السعر يكون هابط. هذا نداء للتجار. تصميمه يروي اصوله، جزائري ويحفظ مكانه. فالكاراكو ورغم مرور السنين وتنوع الازياء الا انه كان دائما زينه الجزائريات، وما زال وسيظل يزف العروس نحو بيت زوجها وسيد الأزياء الجزائرية دون منازع.